أسألك سؤال وأسأل شيخنا المبارك وأسأل المشاهدين، أليس الإنسان منا يريد أن يعيش بدون حزن ولا خوف؟ لا بلى يريد، لكن لا غير. الصدقة، الصدقة تعيش بلا خوف ولا حزن. هذا السؤال خطأ. لا خوف ولا حزن. يا سلام. الصدقة يا شيخ تجعلك تعيش بلا خوف ولا حزن. يا سلام. في الدنيا والآخرة. يا سلام. الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا سرا وعلانيا وسرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليك ولا حزن ما دمت أنت تنفق. لماذا؟ يا ابن آدم، حديث القدسي، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. إذا جادت عليك الدنيا فجد بها على الناس على الناس طرا إنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. والله والله ثم والله، إذا أردت تعرف محبة الله لك إذا استعملك في طاعته ووفقك إلى عمل صالح قبل أن تلقى الله.